أنا تشرفت كثير بمعرفتك أستاذ عادل، بعرف لو كنا بظروف أحسن كنت تمسكت فيه لحتى نتعشى سوا. ما اسمي إلا صديق الماما. فكر كثير منيح باللي قلت لك إياه، لأنه ما عندك حل غيره. أوكي، مع السلامة. كان قلبي حاسسني اني رح اشوفك الليله. انت شو عم تعمل هون؟ جيد اخد حقي من دون ما تعبك. ما تخافي، ابني قدامك، فيك تسأليه. على فكرة طلع أذكى مني بكتير. راغب شو كان بده منك؟ كان بيهددني بالشيكات اللي واخدها عليك. هذا اللي كنت خايفة منه. بتهيألي بقى رجل زي ده لازم تشتهي نفسك منه وتدفعي اللي عليك. ايوه بس انا ما معي مصاري. والفلوس اللي واخدها من عمي؟ لا، ما هو عم بيرجع بيشغلهم معه في البيزنس. ماشي، أنا هدفع له فلوس. بس أنت شو ذنبك؟ من غير ذنب، أنت أمي. بس يا عادل أنا من غير بس. أبويا الله يرحمه علمني دايماً إن أسهل مشكلة هي اللي بتتحل بالفلوس. بس أنا خايفة راغب ياخد منك المصريات ويروح على لبنان ويرجع يبتزني تاني. ما تخافيش، طول ما انا معاكي ما تخافيش، وانسي رغبته خالص. ميرسي. يوسف، صباح الخير. صباح النور. خلاص معلش تعبوك شوية. أكيد. أنت لحد إمتى هتفضل حابس نفسك الحبسة دي؟ حاج صبر كان جايب الحراسة دي عشان خايف عليا من فؤاد الحكيم. بيتهيألي فؤاد الحكيم لو وصل لي أرحم من الحبسة اللي أنا فيها. اتفضل. اتفضل. إيه ده؟ ده شيك بنص مليون جنيه اللي أنت كنت اديتهم لي. جبتهم منين؟ مش مهم جبتهم منين، المهم ان الشيك في ايدك. اوعى تكون ورطت نفسك في حاجه. لا ما تخافش، دعاء رجعت لي الفلوس لما عرفت ان انا ممكن اتطلق بسببها. طب كويس قوي، رجوع دعاء اهم بكتير من الفلوس. طب انا لازم امشي عشان عندي شغل كتير قوي في الشركه لازم اخلصه. طيب انا ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اتفضل. ممكن تحط الشيك ده في حسابي لاني مش هقدر اخرج.
ياسين أنا ممكن أكون اتسرعت لما رحت قلت لبابا، بس والله ما كانش بإيدي. متقلقش، أنا مش زعلان منك، ده حق أبوك عليك. تعرف أكتر حاجة مخوفاني أنا وأنت ما نطلعش أخوات بجد. يلا روح عشان ما تأخرش. جايش تقولي عليا مجنون، بس ما اقدرش امشي قبل ما اقولك انك اجمل ست شفتها في حياتي. حاسس انها مش هتكون اول واخر مره اشوفك. الكارت ده فيه كل تليفوناتي، حاسه انك تكلميني المره الجايه. اوكي ساعتها وانا جنب الموبايل، حتى وانا نايم كنت واخد الموبايل في حضني. هنتغدى سوا النهارده، في كلام كتير ملحقتش اقولك المره اللي فاتت. اكتبي عنوان المطعم. طب ثانيه واحده. ايوه طيب اوكي، 4:30 هكون موجوده. لا المره دي معايا عربيتي. اوكي باي باي. باي. حاج صابر ازيك يا مروه؟ الحمد لله يا حاج، حضرتك وحشت الشركه كلها. استاذ يوسف معلش انا جاي النهارده. انا ما قلتش لحد، لقيت نفسي مخنوق في البيت، قلت اجي اشقر عليكم. ده هيفرح قوي لما يعرف ان حضرتك هنا. خليك انا ادخله. اتفضل يا حاج. بابا ازيك يا يوسف؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اتفضل يا بابا. لا انا هقعد هنا، انا جاي لك النهارده ضيف. يا بابا ما تقولش كده، انا بس ما كنتش عايزك تتعب نفسك. وقلت بالمره احضر جلسه فسخ العقد اللي بيننا وبين فؤاد الحكيم. هو جاي لي في سكه، بس برضه لو ما كنتش جيت كل حاجه كانت هتمشي حسب تعليماتك حاج. لا ما انا عارف ومتاكد، وهتفتكر ان انا جيت دلوقتي علشان بشك فيك. الحكايه وما فيها ان العقد ده هم كبير عايز اخلص منه. هانت حاج، ان شاء الله ربنا يعوضنا بشريك تاني. سالت عليك النهارده الصبح قالوا لي ما جيتش الشركه. رحت لياسين اديله فلوسه. فلوس ايه؟ النص مليون جنيه اللي كنت اديتهم لحضرتك قبل ما دعاء ترجع لي الفلوس. ياسين اللي ادالك الفلوس دي؟ ايوه يا حاج، وكمان طلب مني اني افهمك ان انا اللي اتصرفت فيهم عشان ترضى تاخدهم مني. وخدوا منك النهارده؟ قال لي حطهم في حسابه في البنك عشان مش قادر يخرج بره الفيلا. وقولي يا يوسف، نتيجة التحليل بتاع الدي ان ايه هتظهر امتى؟ انا اتصلت بالدكتور امبارح وقال لي في خلال 10 ايام. ابو تفتكر يا يوسف نتيجة التحليل ده هتكذب تحليل الدم، هيقول ان ياسين ابني؟ كل شيء جاهز حاج. ايوه طب خليه يتفضل. فؤاد الحكيم وصل. اتفضل يا فندم.
المحامي بتاعي جاي حالا. واحنا كمان جاهزين. ايه ده؟ ده الخاتم اللي هيقول لك نص الكلام اللي ما قدرتش اقوله لك المره اللي فاتت. والنص التاني؟ هحاول اقوله لك المره دي. على فكره انت مستعجل قوي. قصدك ما بضيعش وقت. بس انا ما اقدرش بسرعه كده اقبل منك هديه زي دي. عارفه لما تكوني بتدوري على حد بقالك سنين طويله قوي وفجاه تلاقيه، بتبقي عايز تنتقم من الوقت اللي ضاع قبل ما تشوفيه. وقصدك انا الحد ده؟ ايوان، ويريد اكون انا نفس الحد ده. مش عارف، انا ما اتشجعتش غير لما ما شفتش فيه تكدب لها. انا اتخطبت من سنتين بس ما حصلش نصيب. ليه؟ عادي، ما لقيتش نفسي معايا. وانا كمان ما لقيتش نفسي مع الاثنين اللي اتجوزتهم وسبتهم. تخافيش مني قوي كده؟ ياما في رجاله كتير قوي عايشين مع ستات عشان خاطر العيال، ويمكن يكون ده حصل مخصوص عشان بقابلك ما يكونش في حد في حياتي. جايز. يبقى خلاص، تاخدي الخاتم ده وما تكسفنيش. انا مش عارفه اقول لك ايه. توي اتاخرتي ليه نص ساعه عن الميعاد؟ الحاج صابر جه فجاه النهارده، مع ان بقاله كتير ما بيجيش الشركه. سامع ان في مشاكل كبيره قوي بينه وبين ياسين، وياسين كمان ما بيروحش الشغل تقريبا. والحاج صابر جه فجأة ليه؟ يظهر كان لازم يقابل فؤاد الحكيم بنفسه. فؤاد الحكيم بتاع ال ايوه هو. هو في شغل بينه وبين الحاج صابر؟ انا سامعه ان هما فاتحين شغل كتير قوي مع بعض، بس مش عارفه بقى اذا كانوا هيبتدوا دلوقتي ولا لسه هيتأخروا شويه، عشان كده يمكن جاي يقابله بنفسه. فسخت عادي مع صبري منشاوي، خلصت منه ومن ابنه وجيت لك، بس يظهر اني عقلت فجأة واكتشفت ان انتوا الاتنين ما تستاهلوش الواحد ينتقم منكم. كفاية خسرت صفقة بسببكم، مش عايز اخسر حاجة تانية. بتفكر في ايه؟ نزلي في بطنك ده ونطلع من السكات. اقتلني بس مش هتقدر تقتل ابني. يظهر ان ابوه عايز يتربى في عزي. انت ابوه؟ يبقى انت مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. هتعمل اكتر من اللي عملته. هرفع عليك قضية زنا وهكسبها وهسجنك انت والكلب بتاعك. انت مش قد فضيحة زي دي. مش قد فضيحة؟ يعني هوافق انك تنسبي لي ابن ما هوش ابني؟ ابنك اللي في بطني ابنك انت. مراتك هي اللي فهمتك ان انا حملت من غيرك عشان تسيبني وتروح لها. برافو عليك انك صدقتها وهتضحي بيا وابنك عشان خاطرها. مش هتقدري تخدعيني تاني. قدامك حل واحد بس ملوش تاني، تنزلي في بطنك ونتطلق. مش هيحصل. أنا مش هصبر عليك أكتر من كده، هديك فرصة تفكري بالليل وأبعت لك محمود تديله ردك. مالك اليومين دول؟ مالي؟ بعدين سمعت كلامك ورجعت البيت. رجعت بجسمك بس. يا نادية حرام عليكي، أنا تعبان قوي النهاردة ومش حمل أي منادة. عشان كده فضيت الشراكة اللي بينك وبين صابر منشاوي. إيه ده؟ عرفت منين؟ أنت لسه بتجسسي عليا؟ لا بتجسس ولا حاجة. أنا خايفة عليك يا فؤاد. ما تخافيش أنا كويس. كويس منين؟ إذا كان الست اللي أنت اتجوزتها دي خانتك وخانتك مع مين؟ مع شريكك ياسين المنشاوي. عرفت منين؟ إيه؟ أنا فهمت لوحدي لما عرفت إن ياسين مستخبي منك في العين السخنة، وإن أبوه بعت لك البوليس هناك، وعشان كده فضيت الشراكة اللي بينك وبينه. بيتهالك كل دي أوهام في دماغك. بص يا فؤاد،
انت مش مضطر ابدا انك تخبي عليا اي حاجه. يعني الست اللي انت اتجوزتها خانتك، خانتك مع واحد تاني وحامل منه، يطلع بقى ياسين المنشاوي يطلع حد تاني مش مهم، المهم في النهايه والامر الواقع انها خانتك. المهم قولي وصلت ايه معها بقى عشان اعرف اساعدك. قلت لها تجد نفسها ونطلع من السكات من غير فضايح. وقالت لك ايه؟ قالت تموتني قبل ما اقتل ابني. يا سلام يا سلام، فجره وقادره. مديها مهله تفكر، بس مش عارف لو صبرت على رايها انا هعمل ايه. لا لا اطمن اطمن، هتوافق، مفيش قدامها حل تاني. فؤاد بقى عايز يتكلم معاك. اوكي. هي؟ ايوه. ايه فؤاد بيه؟ معاك يا باشا. طب اديها لي. الو. فكرت. موافقة على الإجهاض، بس لازم يكون دكتور كويس عشان دكاترة كتير قالوا لي إن الإجهاض فيه خطر على حياتي. أحسن دكتور في البلد، ما تخافيش، أحسن دكتور في البلد. بكرة الساعة 12 هيجي لك، هيوصلك العيادة وهنتقابل هناك. هكون جاهزة، ويا ريت تعمل حسابك إننا نتفق على إجراءات الطلاق ومن غير فضايح زي ما اتفقنا. زي ما اتفقنا. أيوة يا باشا. تأمرني بحاجة تاني؟ لا شكرا. تبقى عندها الساعة 12 بكرة. أوامرك. مش قلت لك؟ مش قلت لك أكيد هتوافق وإن مفيش قدامها حل تاني؟ حاسس إنه كابوس وهينزاح عننا. عننا إحنا الاتنين. بس خدي بالك العملية مش سهلة. ايه خايف عليها انها تموت وهما بيجهضوها؟ خايف الاقي نفسي في مسؤوليه جديده. لا ما انت قلت لها اتصل انت بالدكتور وهيودي لها احسن دكتور في مصر. مامي معاها حق، مش هقدر ابعد عن ياسين اكتر من كده. مين عارف، يمكن ربنا خليني اروح له العين السخنه مخصوص ويحصل اللي حصل عشان نرجع لبعض واسامحه، اسامحه على غلطته الوحيده في حقي. مدام رانيا، مدام رانيا، مدام رانيا، مدام رانيا، انت سامعاني؟ انا جيت حسب الاتفاق اللي ما بينك وما بين فؤاد بيه. ايوه جايلك اهو. ماشي.
شكرا. فندم عايزه اقابل ياسين ضروري. اقول له مين؟ رانيا. لحظه واحده بلغه. ايوه يا باشا. ايوه يا فندم. اتفضلي. احنا مش اتفقنا ما تجيش هنا تاني؟ خايف من جوزي ولا من مراتك؟ اكيد خايف منهم هما الاثنين، عشان كده جايب الحراسه دي كلها. مالكيش دعوه، قولي انت جايه وعايزه ايه بالظبط. فؤاد حبسني في البيت من ساعه ما هربت منه من العين السخنه. جالي امبارح وقال لي اجهدي نفسك وطلقك من سكات. كويس، يعني المشكله اتحلت. اتحلت بالنسبه لك انت عشان تخلص من عملتك، لكن انا لا، اخاف يحصل لي حاجه وهما بيجهدوني. انت مش خايفه على نفسك، انت عايزه تحتفظي باللي في بطنك عشان تورثي بيه فؤاد الحكيم. ما بقاش حسي امل غيره. وبعدين المحامي طمني وقال لي ان ورقه التحليل اللي مع فؤاد دي ما تكسبوش قضيه زنا، ده لو جمد قلبه ورفعها من اصله. حرام عليك يا شيخ، احنا ما صدقنا يحل عننا ويسيبنا في حالنا. ومين قال لك ان هو هيحل عنا ويسيبنا في حالنا بعد ما اعمل اجهاض؟ برضه هيبقى عايز ينتقم مني ومنك. برضه انا مش فاهم انت عايزه ايه. بقول لك هربت من فؤاد، انا ما عنديش حد يخبيني غيرك. اخبيك ازاي؟ اول مكان هيفكر فيه فؤاد هو هنا عندي. مش هيعرف يدخل من التيران اللي انت حطيتهم بره دول. على اساس انه هيجي لوحده؟ ما هيجي هو كمان بترانه. ما اعرفش بقى، دي مسؤوليتك انت ولازم تحميني. احميكي بصفتي ايه؟ بصفتك ابو اللي في بطني. ولا نسيتها دي كمان؟ انا نازله. نازله انت يا بنتي؟ مش قلتي انك النهارده واخده اجازه من البنك؟ لا، ما انا مش رايحه البنك. ما رايحه فين؟ رايحه لياسين. ربنا يكملك بعقلك. ما تفتكريش بس ان المشكله دلوقتي اتحلت. بقول لك ايه، روحي انت اتكلمي مع جوزك بس، وان شاء الله ربنا هيكون رايد لك كل خير. انا هحاول ارجع قبل ما سلمى تكون جت من المدرسه. مالكيش دعوه انت بسلمى، سيبيها عليا انا. تشغليش بالك، انا هعرف اشغلها. ممكن ما تقوليلهاش ان انا رايحه اقابل باباها؟ انا لسه مش عارفه المقابله دي هتخلص على ايه. على كل خير، تفائلوا بالخير اللي تجدوه. يلا. ايه الراجل بتاعك ما بيردش؟ قافل كل تليفوناته. جدع الدكتور دوت اللي هيسقطها، عمال كل ربع ساعة يتصل بيا، ولما لقى اتأخرت ابتدى يقلق. اوعى تكون جبت له سيرة انها تبعي. يا اخويا مش مهم دلوقتي، المهم نعرف هما فين وقافلين الموبايلات ليه. احاول تاني. هتفضل ساكت كده؟ لو قلقان فؤاد يجينا هنا، شوف اي حتة نستخبى فيها احنا الاثنين. قلت لك ما ينفعش كده، هنبقى بنسبة التهم على نفسنا، وجوزك هيتأكد من اللي عايز يعرفه. وهو انت فاكر ان هو لسه ما اتاكدش؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ مش كفايه اللي حصل لي بسببك؟ ما تقولش بس بسببي لوحدي، هي كانت غلطتنا احنا الاثنين. وادي ربنا بعت لنا الحل، وانت بقى اللي رافضاها. طبعا، ما انت كل واحد ما بيفكرش غير في نفسه. هو عايز يخلص مني انا واللي في بطني، وانت عايز تخلص من عملتك، وتظن فيا انا بقى في اللي ممكن يحصل لي. اللي هيحصل لك لو اجهضتي نفسك اقل بكتير من اللي ممكن يحصل لك لو فضلتي هربانه من جوزك وراكبه دماغك. رد بسرعه عليكم فؤاد. مش فؤاد. الو. ايه؟ لا خليها عندك، ما تدخلهاش. انا هخرج لها. مين؟ دي مراتي. هتعرف انها جايه؟ لا طبعا، ما كنتش دخلتك من اصلا. امال ايه اللي جابها دلوقتي؟ مش عارف، تبقى مصيبه لو حد قال انك هنا. مصيبه ليه؟ ما هي عارفه كل حاجه. بس ما تعرفش انك بتجيلي. قومي. اطلعي، استخبي في اي اوضه وما تخرجيش منها غير لما اقول لك. انت جايه بعربيتك؟ لا. طب اطلعي. استنى.
ليلى وقفوني كتير قوي بره. معلش اصلهم جداد ما يعرفوكيش. انا وجيت في وقت مش مناسب. لا 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 ازاي تقولي كده، بالعكس انا مبسوط جدا انك جيتي برغم ان انت ما كلمتنيش في التليفون. ماما انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم فقلت مش هينفع في التليفون. اه طبعا اتفضلي اتفضلي تعالي تعالي نقعد في الهوا احسن. بس انا حاضر جدا دلوقتي. ايه اللي حصل؟ خدتني على اخوانا ساعدتك، جت من ظهري ورحت مكهرباني بالالكتريك تشوك. انا وقعت على الارض ومش حاسس باي حاجه يا باشا. خدت المفاتيح والموبايلات من جيبي وشكلها قفلت الباب. جتك خيبه، جتك خيبه. ساعدت الباشا استنى بس. ده كلام ده رجاله هرب. انا هعمل ايه بس يا باشا؟ سلمى اخبارها ايه؟ الحمد لله. وحشتني قوي. وماما كويسه؟ كويسه. قلت لي انك عايزاني في حاجه مهمه. ايوه، من ساعه ما رجعت من العين السخنه وانا بفكر احنا ليه غلطنا الغلطه دي. برضه تعتبريها غلطه؟ ما انا بحاول اقنع نفسي بكده. ولما فكرت لقيت ان احنا ممكن نبدا من جديد. خصوصا ان سلمى مضايقها قوي بعدك عنها. ليلى انا مستني اسمع الكلام ده من زمان، مستني اللحظه اللي تقولي فيها. وعارف اني غلطت في حقك غلطه كبيره، بس وعدك انها مش هتتكرر. وبعدين